اشترك في القناة، شغل التنبيهات، اضغط لايك. الموضوع حيعجبك، اضغط لايك. كلنا نبغى نكون مزز، بعضنا مزز اوتوماتيك ما يحتاج نكون، بس الاغلب نبغى نحط جهد عشان يكون لبسنا وشكلنا جميل. لهذا السبب نتابع الفاشونيستات، نتابع الموضه، نبغى نعرف ايش بيصير، كيف اقدر انا اعبر عن نفسي عن طريق لبس معين او شكل معين. لاننا في زمن متسارع، كل يوم نبغى نلبس لبس جديد، نبغى ستايل جديد، نبغى شكل جديد، فاحتاج ملابس كثير وتكون بسعر منخفض. الرأسماليه دائما عندها الحل، فجابت لنا الحل اللي هو فاست فاشن، الأزياء السريعة. بدل ما يكون الأزياء لها 4 مواسم في السنة، صار في 25 موسم أزياء، ودائما الملابس بأسعار منخفضة جدا جدا. لو افترضنا أنه هذه الأسعار هي الأسعار الحقيقية، 3 دقائق هذا الأسبوع، الملابس، الموضة، الفاشن، قديش يكلف في الحقيقة؟ عمر حسين الانشكاحي، الجزمة الحمرة سر نجاحي، في 3 دقائق اسبوعيا نم نم ملوخية شيء خرافي. لو انت درست او بتدرس عالم الازياء، لو انت درست سبلاي تشين كتخصص او ماده، يا عمي حتى لو تسويق، انا متاكد انه في المنهج اكيد درست عن ظاهره زارا، شركه زارا اللي تعتبر قياديه في عالم الفاست فاشن. تصاميم كثيره، اسعار منخفضه، انتي مبسوطة؟ أنا مبسوطة. أنا آسف، لكن لما نقول سعر منخفض، اللي سوته الشركات نقلت التكلفة مننا كمستهلكين وحطتها على فئة أضعف مننا كمصنعين. واو، كلام عميق. إيش يعني؟ في نوفمبر 2017 عملاء زارا لقوا مع البضاعة اللي اشتروها رسائل نجدة من المصنعين. يعني العمالة اللي في المصنع لهذه المنتجات حقت زارا تركوا رسائل يقولوا فيها أنت الآن حتشتري هذا المنتج، لكن أنا من دفع لي حق عملي على هذا المنتج. وطلعت قضية على وجود مصنع كان فيه العمالة ما بياخدوا حتى رواتبهم. اهلا بك الى عالم الفاشن. You can't do this forever. Can't shake your nope. You can't do this. في 2013 في مصنع ملابس في بنغلاديش في منطقة اسمها رانا بلازا، هذا المصنع انهار بسبب بنائه بشكل غير جيد ومات فيه أكثر من 1000 شخص. هذا المصنع يصنع لمانجو، لزارا ولماركات أخرى. أجواء مصانع الملابس أجواء مخيفة جدا، تصير فيها أشياء ما حتى تتخيل أنها تصير، في الأفلام ما يحطوها. نحن بنتكلم عن ضرب، ينضربوا العمال كفوف. في بعض المصانع يقفلوا الباب بالقفل، يعني إذا صار حريقة حيموتوا. ما مو يمكن، لا حيموتوا لانه مقفل بقفل، مين حيفتح القفل؟ حريقة موت. استخدام الاطفال عشان يقدروا يشتغلوا ساعات اطول، وكمان عشان اياديهم صغيرة فيقدروا يسووا اشياء دقيقة اكثر، ورواتب زهيدة جدا 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 جدا. هذا يعني الملابس الرخيصة تصنع في ظروف غير انسانية. هذه معلومة غير صحيحة. نايكي مثلا اللي قريب سووا اعلان عن الاخلاقيات والمبادئ وكل شيء في العالم، يصنعوا الجزمة ب 28 دولار عشان يبيعوها ب 100 دولار. بشكل عام الجزم تتصنع بقيمة وبعدين تنباع بضعف الى 5 اضعاف قيمة التصنيع. هذه الشركات ما تصنع، هي تكلم شركات أخرى تقول لهم صنعوا لنا. طيب بكم تبغى نصنع لك؟ بأرخص سعر ممكن. طيب والله بس عشان عندنا عمالة وكذا فيمكن حتكلفك كذا. لا 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 لا. بس عن جد أحتاج يعني يمكن بالقليلة 35. لا 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 لا. 30. لا 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 لا. ترى عندنا بيئة عمل. لا 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 لا. 28 دولار. أوكي. الشركات في الأخير تضغط على أصحاب المصانع، نحن نبغى نصنع بأرخص سعر ممكن. So every day they're hampering me and I'm hampering my workers. This is how it is. ولا تحكينا التفاصيل، ما نبغى نعرف. انت تعال قابلنا ولا نحن نقابلك في الفندق ويعني النتيجة انه نحن لما نشتري ملابس قاعدين نعطي جزء كبير من الأرباح لشركات رأس مالية بتربح بشكل مهول جدا، بينما هي بتستغل بتستعبد لحد ما توصل إلى حتى قتل العمالة، ونحن بنشارككم في هذه الجريمة. يعني لما تسمع انه سعر التيشيرت 5 دولار، هو 5 دولار وجثة، بس طالما انه انا ما شفت الجثة انا مالي صلاح، انا يعني بس دفعت 5 دولار. صح، نسوي زي الشركات اللي يقولوا انا ما اعرف بس اصنع لي هي بالرخيص، ارخص شيء عندك تصنع لي. Because we want that business so badly and we don't have other options,
اوكي. احنا كمستهلكين عندنا طريقتين نقدر نشارك في التقليل من هذه الظاهره او حتى منعها تماما. يوجد مؤسسات وشركات على الانترنت لها مواقع تقيم لك نزاهه شركات الملابس، فيعطوك قائمه يقول لك هذه هي الماركات اللي احنا متاكدين بانها نزيهه في عمليات تصنيعها، تعامل الناس بشكل جيد، تعطيهم رواتب جيده، وبعدين هذه الماركات منها الرخيص، منها الغالي، منها الرياضي، منها حق السهرات، يعني متنوعين حتى في انواع الماركات النزيهة. وكمان انت كشخص اذا في ماركة معينة شاكك فيها، ابحث في جوجل، سوي جهد بسيط جدا منك عشان تتأكد انه تلبس ملابسك وانت مرتاح. في هذه المواضيع دائما يجي شخص بسؤال عجيب جدا، يقول لك طيب هم موافقين يشتغلوا بهذه الظروف، لو هم ما كان في تصنيع عندهم كان ما حيكون عندهم وظائف، كان ما حيكون عندهم دخل عشان ياكلوا، لانهم هم في دول فقيرة، فالمفروض بالعكس لا تقطعوا عنهم هذه الوظائف. عشان ما اطول في الفيديو، أبغاكم أنتوا تشاركوا، أكتبوا في التعليقات ردكم على هذه النقطة والناس اللي يفكروا بهذه الطريقة. وكمان حتى الشركات اللي صار لها مواقف تاريخية خلينا نقول مخجلة زي نايكي وزارة مثلاً، أعلنوا إن هم حيكون عندهم أنظمة تتأكد من نزاهة صناعتهم للملابس، وتتأكد من إنه يكون في نوع من أنواع حقوق الإنسان الأساسية حتى لو هم في دول ما عليها أنظمة حقوق إنسان. هذا الفيديو فيه احتمال كبير يكون زعل كم مدير تسويق، والكم مدير تسويق في الغالب حيكون تحت وكيل عنده شركات براندز تانية مختلفة، في الغالب هم زعلوا. أنا آسف لهم، وشكرا جزيلا للباتريونيين لأنه دعمكم يخليني كده أتكلم من غير ما أخاف من مدراء التسويق إلى النزاهة. وإذا تبغى تكون أنت من الداعمين الرابط في الوصف.